أهلا بكم من جديد. مثل كل عام يستقبل الأردنيون عيد الفطر السعيد بعد إمضاء أيام الصيام والعمل والطاعة بالبهجة والسرور، إلا أن هذا العام كان مختلفا عما سبقه من الأعوام، فالأوضاع المأساوية في قطاع غزة جعلت المواطنين في الكرك والزرقاء ومعان يستقبلون عيدهم بالاقتصار على صلة الأرحام فقط، تضامنا مع من لا عيد لهم هذا العام. المشاهد الدموية ونداءات الاستغاثة لاقت تجاوبا واضحا لدى أبناء الأردن الشهم والمقدام، فكانت هناك حملات التبرع بالدم والتبرعات العينية والنقدية، حتى أن حركة الشراء في الأسواق في بعض المحافظات كانت ضعيفة مقارنة بالأعوام الماضية، وكل ذلك تضامنا مع الإخوة في غزة. مجالس العيد لم تخلو من الحديث عن غلاء الأسعار وما يواجهه المواطن من تغول الأسعار على دخله الشهري، إذ أن الغلاء يطال جيبه بالكامل حتى يكاد لا يبقي له شيئا، كما أن أحداث غزة كانت حاضرة وبقوة. ولا يسع المقام إلا أن ندعو إلى الله بأن يفك الأزمة الحالية التي يمر بها إخواننا في غزة خاصة وفي فلسطين عامة، وأن يعيد علينا أيام العيد الجميلة وأن يفرح بها جميع أقطار الدول العربية، وقد تبدل الحال إلى الأفضل. وكل عام وأنتم بألف خير. من الزرقاء والكرك ومعنا نتابع معنا التقارير التالية التي عدها الطلبة هناك. تأتي تكبيرات العيد لتعلن مجيء العيد وانقضاء شهر من العبادة والصوم. تعلو التكبيرات في المساجد وتتلألأ الأضواء في الشوارع وتزدحم بالناس ليبدأوا بتحضيرات العيد التي لطالما اعتادوا على تجهيزها لاستقبال العيد. كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب. أجواء حلوة عندنا بالسوق وما شاء الله يعني الشغل منيح والناس بتجهز العيد زي ما انتم شايفين. كتير مجهزين حالنا للعيد وفرحانين، وجهزنا كعك العيد واشترينا أواعي، بس الأسعار كتير غالية، بس الحمد لله. كتجهيزات للعيد الحمد لله، تقول إنه موسم الحمد لله مشى عنا وكان كتير 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 منيح. أول شيء كل عام وانتم بخير. يعني العيد هو حلو خاصة الصغار، يعني إشي كتير مرتب وحلو، بتكوني مبسوطة على بساطهم هم عشان بدك تشتريهم وتلبسيهم والكعك والحلويات. أوضاع سياسية صعبة تمنع الفرحة وتجعل في القلب غصة تحول بين عيش الفرحة والوقوف عاجزين أمام هذه الظروف. مين قولي نفسي عيد اليوم؟ أنت شوفي كيف المسلم عم بيقتل المسلم، شوفي بسوريا مسلم يقتل مسلم، شوفي بالعراق مسلم يقتل مسلم، شوفي بليبيا مسلم يقتل مسلم، شوفي الآن المسلمين قتلوا مع بعض ومش دايرين بالهم شو عم بصير. أمتنا العربية الإسلامية مش دايرين بالهم ولا منتبهين شو عم بصير في غزة. اليهود عم يقتلوا المسلمين، انت شفت الأطفال كيف، شفت الشيوخ كيف من تحت الأنقاض، إشي تقشعر له الأبدان. مين إلو نفسي عيد؟ مين إلو نفس يوكل حبة حلو وعم بيشوف أشلاء، عم بيشوف أطفال من تحت الأنقاض؟ العيد بيضل حلو وبيضل إلو بهجة غير، يعني حتى لو كان مثلا سوريا وفلسطين أنه عم يتعذبوا، بس بيضل يعني حتى نحن لازم ما نيأس ونضل يعني نجهز العيد، نجهز للعيد ونجهز كعك ونفرح، يعني كله هالفرحة، ولازم نفرح الأولاد الصغار. هو أصلا هذا العيد هو بهجة للأولاد الصغار. يعني أول شيء كل عام وانتم بخير، والأمة الإسلامية بخير، وأهلنا بفلسطين بخير، والعالم الإسلامي بخير. جهزنا طبعا كعك العيد، أواعي العيد، كل شيء. بالرغم من الأوضاع الراهنة الصعبة التي نبتهل إلى الله بأن تنتهي ويسود الأمان والاستقرار في كافة أرجاء الوطن العربي، إلى أنه تبقى للعيد فرحة تشع مع كل طفل ملهوف بانتظار هذه الفرحة. علا ملحم لبرنامج منا وفينا.